السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. اليوم راح يكون موضوعنا المبيدات باختصار. في البداية راح نتكلم عن المبيدات، لماذا عملت هذه المبيدات؟ عملت هذه المبيدات من أجل الآفات. طيب كيف أعرف أنا الآفات اللي موجودة عندي؟ باستطاعتك الحصول على ملفات الثقافة الزراعية، وهذه موجودة على قناتي باليوتيوب. ممكن تدخل على القناة وتكتب ملفات الثقافة الزراعية وتحملها، فيها معلومات مهمة جدا. طيب راح نشوف الآفات الزراعية اللي موجودة عندنا. هنا عندنا آفات حشرية وفطرية وعناكبية وقواقع وقوارض ونيماتودا وبكتيريا وفيروسات وحشائش. بناء على أن هذه هذه الآفات موجودة، لذلك تم تصنيع مبيدات لكل آفة، سواء مستقلة أو مع آفة أخرى. على سبيل المثال، قد نجد مبيد حشري وعناكبي في نفس الوقت، وقد نجد مبيد حشري فقط للحشرات ولا يعمل مع أي آفة أخرى. لذلك لما نذهب إلى المحل ونرغب في شراء مبيد، لابد ان احنا نعرف ما هي الآفة اللي موجودة عندنا. تمام؟ طيب الآن راح نشوف لما ارغب في شراء مبيد على ماذا اركز. اركز دائما على المادة الفعالة اللي موجودة، وعلى تركيز المادة الفعالة. احنا قلنا انه هنا عندنا الحشرات في الصفحة رقم 9، الصفحة رقم 10 عندنا هنا المبيدات، عمل مبيد حشري ماذا يعمل؟ للقضاء على الحشرات، مبيد فطري للقضاء على الفطريات، وهكذا عناكبي للقضاء على العناكب وعلى الحلو. طيب أنا الآن نزلت السوق ورحت أبغى أشتري مبيد مثل هذا، تمام؟ أو مبيد آخر مثل هذا. ما هو المطلوب مني؟ أولا أن أنظر إلى ما هي المادة الفعالة. هذه هي المادة الفعالة، أميدا كلوبرايد، تمام؟ وتركيز هذه المادة الفعالة، كم هو التركيز؟ 25%، والمادة الفعالة اسمها أميدا كلوبرايد، تمام؟ هذه المادة الفعالة خاصة بالحشرات، ومكتوب هنا مبيد حشري جهازي. طيب الاسم هنا برايت. طيب عندنا مبيد آخر هنا مثلا اسمه سوبر كندور. الاسم هذا سوبر كندور أو برايت، هذا اسم تجاري. المهم المادة الفعالة، ما هي المادة الفعالة هنا؟ برضو نفس الشيء، أميدا كلوبرايد. أين الاختلاف؟ في التركيز. تركيز هذه المادة 70%، إذن التركيز هنا أعلى من التركيز في مبيد برايت، تمام؟ رغم التماثل في المادة الفعالة، واضح. طيب أيضا عندنا من المبيدات مثلا هذا مبيد حشري، تمام؟ هذا اسمه التجاري. نبحث عن المادة الفعالة، هذا اسم المادة الفعالة والتركيز الموجود. طيب أنا رحت الآن وكان عندي حشرة مثلا مثل نطاطات الأوراق أو مثل الذبابة البيضاء، ورحت واشتريت مبيد مثل مبيد برايت هذا. بعد ما أشوف المبيد وأقرأ ما هي المادة الفعالة، أقلب العبوة أو الكيس أو الظرف هذا الصغير، وأبدأ هنا في البحث عن المحصول اللي عندي. مثلا أنا عندي طماطم، هذا هو محصول الطماطم. ما هي الآفة اللي موجودة عندي؟ هذه الآفات اللي يقاومها هذا المبيد. يقاوم المن، نطاطات الأوراق، والتربس، والذبابة البيضاء. نجي هنا لمعدل الاستخدام، كم أضيف من هذا المبيد على الماء؟ البعض من الله يهديه يأخذ الملعقة بالشكل هذا ويضيف كيفما اتفق يعني، أو يكتب له صاحب المحل تضع غطاء مثل هذا على
خمسة لتر، وهذا الكلام هذا غير صحيح. لذلك احنا نتقيد بتعليمات الشركة المصنعة للمبيد لأن هي الأخبر. فراح نستخدم 20 جرام على 100 لتر ماء صافي، وقد نستخدم 40 جرام. ما الفرق بين 20 و40؟ 20 إذا أردت أن أرش رش وقائي للنبات، يعني مثلا عندي بداية ظهور حشرات أو أنه ما رأيت ولكن لا أريدها أن تأتي، هذا هو الرش الوقائي. الرش العلاجي اللي هو 40 جرام لكل 100 لتر ماء، هذا الرش معناته أنه أنا عندي إصابة فعليا وأنا أشاهد الإصابة ومتأذي منها، إذن أستخدم 40 جرام. كذلك عندنا هنا فترة التحريم. فترة التحريم هنا من 3 إلى 7 أيام واجب التقيد بها، لا بد أن تتقيد بها. وأيضا لو أضفت يوم ثامن ما في مشكلة من أجل سلامتك. طيب أيضا المبيدات كيف تأتي، ما هي صيغ المبيدات اللي تأتي عليها أو أشكالها أو كذا؟ عندنا مبيدات إما أن تأتي بودر، وإما أن تأتي على هيئة سائل مثل هذا، تمام، أو تأتي زيوت مثل هذا زيت النيم، تمام، أو تأتي على هيئة محببات أو طعوم. والطعوم هذه للأكل مثل أكرمكم الله الجردان والأشياء هذه، فيوضع لها مادة فيها سم تسمى طعم. كذلك المبيدات هذه إما أن تكون عضوية والناس ترغب بالمبيد العضوي لأنه آمن أكثر، مثل زيت النيم، مثل مبيد اسمه بايكو، سوبر، سيفورا، كونجبو، عدة أسماء، والبقية المتواجدة هنا كيميائية. لا نستخدم المبيد الكيميائي إلا يعني في أضيق الحدود، أو أنه يعني عندنا حالة متعثرة أو كتعقيم تراب. أيضا عندنا من المبيدات مثل المبيد هذا اللي اسمه توب إن، مبيد جهازي وهو فطري. طيب بالنسبة للمبيدات الحشرية تأتي إما بالملامسة أو جهازية. ما معنى مبيد بالملامسة؟ مبيد بالملامسة معناته أنه إذا رشيت المبيد على الحشرة ووقع عليها راح تموت، أو كسم معوي، تمام، إما أن يلامس الحشرة أو تمتصه الحشرة فتموت. ما معنى مبيد جهازي؟ مبيد جهازي معناته أنه هذا المبيد يدخل في أنسجة النبات، تمام، لما يدخل في أنسجة النبات تحاول الحشرة أن تمتص هذا المبيد، فلما تمتصه تموت. طيب ليش نستخدم المبيد الجهازي؟ نستخدمه لأنه عندنا حشرات ثاقبة ماصة تمتص عصارة النبات، فلما تكون عصارة النبات بها مبيد جهازي تأتي هذه الحشرات الثاقبة الماصة فتمتص هذه المبيدات فتموت. أيضا عندنا مثلا مبيد زي هذا اسمه سوبر باكتين، تمام، ماذا يعمل سوبر باكتين؟ مبيد حشري وأكاروسي، يعني عناكبي للحشرات وللعناكب، 2 في 1. أيضا عندنا المادة الفعالة بامكتين، تركيز 3.6. أيضا أهم شيء التحريم، فترة التحريم، تبحث عن المحصول تبعك وتبحث عن الآفة وتبحث عن فترة التحريم. كل ما كانت فترة التحريم قليلة كل ما كان المبيد أفضل وربما يكون أغلى بالسعر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله تكونون استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.